ما صحة قول رمي الأظافر في المنزل يجلب الفقر لأهله؟ لا أصل لهذا القول، لا أصل لهذا القول. قص الأظافر هذا من سنن الفطرة، ولا يترك الأظافر تطول بل يقصها وتعاهدها، هذا من خصال الفطرة. وأما وين يضع الأظافر المقصوصة فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا تأثير لبقائها في البيت كما يقول. نعم.